الحصاد الأسبوعي، أهلا بكم. ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وحسب ذات البيان، تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. حل السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي يوم أمس بولاية وهران في زيارة عمل وتفقد قام خلالها بتدشين مسجد عثمان بن عفان بحي ابن سينا، وكذا تفقد مرافق تابعة للقطاع والوقوف على بعض النشاطات الخاصة بشهر رمضان المبارك. هذا وقد كان في استقباله بالمطار والي الولاية السيد سعيد سعيود والسلطات المحلية المدنية والعسكرية. انطلقت بحرة هذا الأسبوع بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة فعاليات الطبعة 13 لمسابقة تاج القرآن الكريم، وذلك بمشاركة 24 متنافسا. هذا وقد جرى حفل الافتتاح الطبعة 13 من هذه المنافسة الدينية المنظمة من طرف قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري بحضور كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية محمد حسوني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات علمية وفكرية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بهذه الطبعة في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل خلال حفل سينظم بالمناسبة. دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد كريم بيبي تريكي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد بمركز البحث العلمي والتقني مرفق الابتكار الرقمي الذي يحتوي على داتا سنتر بسعة ضخمة ومعقدة تتيح للجزائر نقلة نوعية نحو التميز والابتكار في عالم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة والحوسبة المكثفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية. وفي ذات السياق، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد أمس بزيارة تفقد لجامعة الجلال بنعامة خميس مليانة، أين وضع الوزيران حجر الأساس لمشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي، كما تم زيارة المعرض الخاص بالمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة وزيارة
لمقرات الواجهات، حاضنة الأعمال، مركز تطوير المقاولاتية، ومخبر الذكاء الاصطناعي. محمد سيدنا. أنا وزميلي في الحكومة وزير اقتصاد المعرفة من أجل تغذية أفكار هؤلاء الطلبة وتحسيسهم بدورهم في المدى القصير، دورهم كمقاولين، كحاملي لمشاريع مؤسسات ناشئة، ودورهم كفاعلين للتحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر الجديدة. نحن في زيارتنا هذه ما لفت انتباهنا وهي هذه الأفكار الابتكارية الإبداعية التي حولها أو التي هي في طريق أن تتحول إلى مشاريع صناعية فلاحية إلى غير ذلك قابلة للتسويق طبقا لنماذج تجارية ملائمة مشعة على المستوى الدولي. إذن كل هذه المشاريع التي سجلناها اليوم ستكون لها مكانة في اقتصاد المعرفة في إطار التكامل الموجود بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة وكذلك المؤسسات الناشئة. التنمية المقاولاتية وراح يكون له دور كبير في التعريف بكل آليات التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولين وكذا لشرح العديد من المفاهيم المتعلقة بالمقاولين لفائدة أصحاب المشاريع المقاولاتية، شيء نشجعه. وتفهمت مع سيد الوالي أنه سيتم أيضا تنظيم في الأيام القادمة أيام دراسية لكي نشرح كل آليات التمويل المتاحة لأصحاب المشاريع، لأنه في بعض الأحيان لاحظنا أن هناك نقص فيما يخص ثقافة الحصول على التمويل في الجزائر. بعض الأحيان أصحاب المشاريع يتوجهون نحو بعض الوكالات التابعة للدولة والكثير منهم ما يعرفش ما عندوش دراية. تشير توقعات حالة الطقس الجمعة إلى طقس مشمس وحار على المناطق الشمالية والجنوبية، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 درجة و 34 بالمناطق الساحلية وبين 24 و 34 درجة بالمناطق الداخلية وبين 29 و 39 درجة بالمناطق الجنوبية، وتصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة على المناطق الشمالية وإلى 40 كيلومتر في الساعة على الجنوب مع تطير الرمال. إلى الجانب المحلي وفي الشأن المحلي وفي إطار خرجاته التفقدية عبر بلدية ولاية بشار، تفقد السيد محمد السعيد بن قامو والي ولاية بشار رفقة المسؤولين التنفيذيين المحليين بعض الأحياء والمشاريع قيد الإنجاز ببلدية بشار، حيث أسدى السيد الوالي تعليمات من أجل إعداد دراسة لإنجاز جسر يربط الحي بالأحياء الأخرى والموازاة مع دراسة وادي بشار. التغطية للزميل الأخضر بوحادة.
قام السيد والي ولاية بشار سعيد بن جامو بزيارة لبلدية بشار، وتضمنت هذه الزيارة الوقوف على حي جراي والعيادة المتعددة الخدمات به. ثم توجه سيد الوالي بعد ذلك إلى حي تغلين الذي هو في طور النشأة، هذا الحي الذي استفاد من ثانوية جديدة من أجل التخفيف على ضغط الثانويات الأخرى، كما وقف على وضعية الحي خاصة وأنه محاد للواد. واستمع الوالي إلى انشغالات المواطنين الذين هم في إطار بناء منازلهم بهذا الحي. الوالي أكد للمسؤولين المحليين على ضرورة الإسراع في تهيئة هذا الحي، وتطرق إلى مشروع ربط حي تغلين الذي يمر به الواد بالأحياء الأخرى عن طريق بناء جسور في المستقبل بعد دراسة معمقة لمجرى هذا الوادي. دوك هذيك ما نجموش دوك ندخلوا حتى تتم الدراسة نتاع الواد، الدراسة الكبرى تاع الواد هي اللي تحدد لنا اكزاكتومون وين كاينين هاللي جونكسيون، ولكن هذه ضرورية بارابور للحياة في اثنين مشي الاولاد مشيو للليسي لازم نديروا لا جونكسيون، هذه من اولويات الاولويات. دوك حنا فوالا دوك حنا هذا الواد لازم على الاقل يبانوا لي كابارين تاعو دي بناء الدراسة بيشوفوا الناس هذو راهم داخلين في الواد. بعد ذلك توجه الوالي والوفد المرافق له لمتابعة مشروع بناء كلية الطب، وقد وقف الوالي على نسبة الإنجاز وثمن تقدم الأشغال به. مش طب هذا الحال احنا تشوفوا راه في وقت قياس تخدم حاجه كيفاش حطينا حجر اساسي في 11 ديسمبر، هاي اللي قدامكم الحجر الاساسي اللي في 11 ديسمبر 2020 كنت نجيت مازال ما لحقناش عليه 22 23 22 عامين وشي عامين عامين تشوف انت صرح كيما هذا بهذا الشكل وبهذا المستوى بهذا النسبة يظهر لي تحدي كبير. وتجدر الإشارة إلى أن الوالي قد أكد في ختام هذه الزيارة على ضرورة الإسراع في مشروع كلية الطب ببشار حتى يكون جاهزا في الدخول الجامعي المقبل. أسدل ليلة أمس الستار على المسابقة القرآنية بجامعة غردايا تحت شعار قارئ الجامعة بتتويج 6 فائزين من أصل 13 مشارك في فئة الترتيل وفوز 3 مشاركين في فئة الحفظ. عبد الرزاق وفوزي حاج قويدر. 6 فائزين هي النتائج التي أسفرت عليها المرحلة النهائية من مسابقة قارئ الجامعة في طبعتها الثانية في فئتين مختلفتين، فئة حفظ القرآن كاملا وفئة التجويد والترتيل. امتازت هذه الطبعة عن سابقتها بالندية والمنافسة المشرفة. المسابقة نظمت من طرف جامعة غردايا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غردايا. إذن أسدل الستار في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك على الطبعة الثانية من مسابقة قارئ الجامعة، وذلك بالتعاون بين جامعة غردايا وكذلك مديرية الشؤون الدينية ومديرية الخدمات الجامعية. هذه الليلة جسدت كل معاني القرآن، جسدت معاني التنفس الشريف بين طلبتنا الحاملين لكتاب الله، جسدت معاني المحبة، جسدت معاني كذلك التآخي، جسدت معاني كذلك المرجع الدينية للجزائر القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك التآخي بين مختلف المتنافسين بين الطلبة والطالبات. مجال هذه المسابقة هو إبراز طاقات الجامعية من أبنائنا الطلبة في الفضاء الجامعي لقراءة القرآن وحفظه وترتيله وأحكامه. واليوم تعرفنا على قارئ جديد من قراء الجامعة بعدما عرفناه في الطبعة الأولى، ونحن نثمن هذا العمل التكاملي بين جامعة غردايا التي أصبحت متفتحة على مؤسسات الدولة من بينها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل قامت الإقامة الجامعية 1001 والمتمثلة في كل موظفيها وعمالها بتجند لهذا المسابقة الفضيلة لقارئ الجامعة في طبعتها الثانية.
الهدف من المسابقة كان تكوين الإطارات المستقبلية وتشبيعهم بالقيم والمرجعية الدينية الجزائرية، كذا تشجيعهم على حفظ القرآن في الوسط الجامعي. إلى ولاية المدية، حيث حلت صبيحة أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو بمعية السيد مصطفى حيداوي رئيس المجلس الشعبي أو رئيس المجلس الأعلى للشباب في زيارة عمل وتفقد من أجل الوقوف على النشاط التضامني. هذه الزيارة التي تم من خلالها توزيع كراسي متحركة ووسائل طبية لفائدة المسنين، إلى جانب معاينة السوق التضامني وعروض المرأة. أمير رباح. مرافقة المرأة العائلات المعوزة، كان عندنا نشاط يعني خلال نقطة خلال الجبال، كان عندنا نشاط في هذا العشر أيام الأولى. دائما احنا كل عام نحاولوا نشكر عندنا 600 وجبة يومية، بمعدل 600 وجبة يومية. كانت طبعا أول وقفة لدينا هو إطلاق قافلة تضامنية لصالح الفئات المستهدفة على مستوى البلديات بحوالي 47 عائلة من أجهزة طبية مختلفة وإعانات مختلفة، وكذلك حطينا الرحال في السوق التضامني للمرأة المنتجة تنفيذا للبرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني. كانت طبعا فيه الكثير من النسوة، من النساء الماكثات في البيت والنساء الريفيات، اللي شاركوا في السوق التضامني من أجل إعانتهم على تسويق المنتوجات نتاعهم. وكذلك كانت لنا وقفة بالنسبة لمطاعم عابري السبيل المؤطرة من قبل المجتمع المدني، وكذلك المرافقة من قبل قطاع التضامن الوطني تحت إشراف السلطات المحلية وبمرافقة أيضا أعضاء المجلس الأعلى للشباب الذين انخرطوا بصفة عفوية في العمل التضامني والتطوعي. اليوم كان لي عظيم الشرف أنه نشارك سيدة وزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة وقضايا المرأة هذه الخرجة الميدانية، والتي استطعنا في المجلس الأعلى للشباب أن نقف من خلالها على المجهودات الجبارة المنظمة المنسقة التي تقوم بها وزارة التضامن في سبيل تأطير الفعل التضامني والوقوف إلى جانب الكثير من الفئات الهشة في هذا الشهر الفضيل. المناسبة كانت مناسبة سعيدة كذلك للإطلاع على مختلف الجهود التي تبذل فيها العديد من الجمعيات هنا في ولاية المدية تنفيذا للبرنامج التضامني في شهر رمضان المبارك. في المحصلة نفتخر أننا في بلد يهتم ويمأسس للعمل التضامني من خلال وزارة التضامن والعمل على انخراط جميع الفواعل الذين يوفرون التكفل الأمثل بالمواطن الذي ربما لا تسعفه الظروف أنه يكون غير موجود في مائدة الإفطار في ظروف عادية في شهر رمضان المبارك. دوليا، أشهر مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير ليل جون إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان. وقبل أداء صلاة الجمعة حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجلوس كبرى مدن كاليفورنيا معلنا اعتناقه للإسلام. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد. ونوهت الوزارة السعودية في بيان لها إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان
يهدف إلى تخفيف الازدحام وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين. ووفقا لمنصة نسك، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان. وثقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات على المرافق الصحية في قطاع غزة تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحة العالمية في تقرير إنفوغراف نشرته الأربعاء على منصة إكس أن الهجمات الموثقة منذ 7 أكتوبر وحتى 12 مارس أسفرت عن استشهاد 685902 شخصا وإصابة آخرين. نهاية الحصاد، في أمان الله.